غرام. انا ما عنديش، انا بحكي ايه. لسه ما عندكش اولاد في المدرسه؟ طب اول ما تجرب معركة الصباحية بتاعة تلبيس الولاد الست الكل هقولك، بس هتفرج عليك وانا هتكتبها كده اونلاين. انا هقول لحضرتك على حاجة، انا بحتك برضو بالمجتمع والناس اللي هي ماشي. انا على فكره مش بحكي على حياتي انا الشخصيه، حضرتك بتتكلمي برضو انا بحكي ان جنرال. طيب احنا الراجل محتك بالمجتمع. هقول لحضرتك بالظبط الدنيا بتمشي ازاي بالنسبه للزوجه المتزوجه الربة المنزل التي لا تعمل. بتصحى يا عيني بتظبط المنبه 6، عينيها طبعا معمصه وشعرها منكوش. جميل جدا. وما انت عايزها يعني دايما نيكول كيدمان يعني الفول كوافير وهي صاحيه، يعني على اساس ان الزوج بيبقى صاحي ايه؟ ان جوزها لما يصحى من النوم تبتسم في وشها مش لازم يشوف شكل حلو. انت رايح حضرتك ايه؟ بس هي تصحى لا يعني هتصحى من النوم حتى فول ميك اب المهم بالمنظر دوت. صحي الاولاد، تعمل لهم الساندوتشز اللي هي في السريع كده في السخان، وبعد كده تروح سلكاهم على المدرسه وتخش. طب ايه رايك ما تاخد انت المعركه اليوميه؟ السيناريو بس خدها انت في يوم وتجرب. بتعمل الساندوتشات، تنزل الولاد بالظبط. هقول لحضرتك بالساعه بالثانيه، اصل انا شغال مدرس والسكه دي طبعا فاهمه بتاعه المدارس والطلبه والاولاد. والله اللي بيسمع غير اللي بيشوف. طبعا لاني بسال طبعا الطلبه ومين وازاي وفين ومين بيصحي. وفي اوقات كتير جدا الطلبه بعد السن الاعدادي الام ما بتصحاش اصلا. يا صباح الفل، مش معقول يا باشا، سهرانه طول الليل قدام المسلسل التركي. التركي او نو. بس خلي بالك لازم يبقى على تلفزيون الحياه ممكن بقى. لا او لو مكسيكي برضه شغال. في عندنا مسلسلات حصريه لو اتفرجوا على حاجه تانية هتضايق. يبقى لو سمحتوا بعد اذنكم عشان الراجل هيزعل. واخد بال حضرتك معانا؟ بعد كده بعد ما طبعا ده خلي بالك انا بقول لك ايه، شوف بالاعمار السنيه بالتفاصيل. يعني هي بتقول لحد ابتدائي بتلبس وبتصحي بتشقى بتصحى بدري يا راجل. الله انت هتهزر. المهم يا سيدي مش المشكله مش في انها تصحى بدري، لا انت خسرنا. المشكله ان الزوج ما بيشوفش كل ده. يودي بقى تودي يجي الباص يوم الزوجه تعبانه وقالت له طب تعالى على نفسك انت ولبس الاولاد، هيغيبهم ويقعدهم في البيت. طب ثانيه واحده بس الدرجه دي. طبعا هو لا يعرف لا يلبس ولا ياكل ولا يعمل سندوتشات اللي على السريع دي. والله العظيم ثلاثه ابدا مستقبلهم. والله عادي جدا ويضحي بمستقبلهم في العلم وفي كل حاجه. هو ماله هو ده العلم فضلوه. ايه المشكله على فكره؟ بص هقول لحضرتك حاجه، انا شخصيا كرؤى بقى بيجي بقى في اوقات بيجي في اوقات انا بعمل حاجات الصبح وبتاع مش عارفه ايه، بقول لزوجي قوم عشان مثلا لو احنا هنوصل بالبنات المدرسه لو اتاخروا على الباص مثلا. لا بص مش هنكر زوجي متعاون وبيقوم معايا وبينزل مع البنات المدرسه كل حاجه. لكن والله العظيم لو دخلت على الصفحه الساعه 8 الصبح هتلاقي الستات كلها بتصوت من المعركه الصباحيه 8 الصبح. المعركه دي بجد انا شخصيا والله العظيم بعد ما بناتي بينزلوا بقول اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. بجد من جري 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 عشان تلبس وتاكل وتشرب وتدي وتدي الادويه بقى قبل المدرسه وهلم جرى حاجه. دخول الجنه مش ببلاش، ما الجنه تحت اقدام الامهات. ما اكش بقى تحت اقدام الاباء. حضرتك بقى يبقى معنى كده ان الرجاله مش مرتاحه. الرجاله مرتاحه والستات مرتاحه. انا عندي سؤال عن موضوع السندوتشات، لانه موضوع السندوتشات وفن عمل الساندويتش. أيوة. بالنسبه لي يا باشا مرهق. تيمور السبكي قال ان انتوا بتكروتوا في الساندوتشات. لا يا باشا، ده ممكن تخس من 2 جرام ل 3 جرام في كل ساندويتش. طب وفين الضمير؟ الله.